السلام عليكم. زي ما شايفين سيارتي هذه راح نشتغل بها مع والمارت لتوصيل الطلبات حقات الكاستمر. فالطريقة جدا سهلة والتسجيل جدا سهل. انت لو كان عمرك فوق 18 سنة 18 years and up فممكن تسجل مع والمارت وتعمل دخل جدا سهل. فأنا حققت خلال هذه الأربع أيام دخل إضافي بما يعادل 280 دولار فقط. فما كنت شغال فول تايم، بشتغل بار تايم، يعني أحيانا يجيني طلبين أربعة ثلاثة خمسة، متى ما حابي أوقف أقدر أوقف. فالتسجيل سهل جدا. ما تنسى إنك تتابع الفيديو للآخر عشان تستفيد من هذا الشيء، وإذا عجبك الفيديو اعمل لايك، شارك مع أصحابك، واشترك في القناة لمزيد من الفيديوهات المفيدة. زي ما شايفين أنا في مكان البيك أب أريا، هذه هذا نمبر 1 وهذا نمبر 2. فحنعمل الآتي، أنا الآن وصلت لمحل الوالمارت، محل البيك أب أريا. هو بيسألك من اسمك عشان يعمل كونفيرم في الجهاز حقه. طبعا هذا الطلب اللي شايفينه أمامكم قيمته 28 دولار و3 سنت، بالإضافة لأنه أرسلوا لي في رسالة نصية أعلى التطبيق أنه لو استلمت هذا الطلب راح نعطيك بونص 8 دولار، يعني الطلب الإجمالي حيكون في حدود 36 دولار 36 دولار. فالآن أنا في محل البيك أب أريا. طبعا تفاصيل الطلب والمارت بيوضح لك المسافة بين الكاستمر والستور، ما له علاقة باللوكيشن حقك، موقعك انت وين من الستور. فبيعطيك المسافة من الستور حقهم، بيحسب لك الإجمالي مسافة إلى الكاستمرز، فأنت بناء عليها راح تقيم. فأنا الآن الطلب هذا المسافة مني أو عفوا من الستور إلى الكاستمر 6.1 مايلز، فهم دافعين لي 28 بلس بونص 8 دولار، يعني الإجمالي راح يطلع 36 دولار. المسافة اللي من بيتي إلى الستور كانت في حدود 11 مايل، تمام. الدليفر مفترض أوصل هذا الطلب عند الساعة 9:02، فلو تأخرت في الستور ما راح يعطوك تقييم سلبي لأنه هذه المشكلة ما من عندك، لكن لو أنت تأخرت في الوصول للستور ممكن راح يقيموك تقييم سلبي. فشوفوا الآن هذه عدد 2 طلبات مكتوب عليها 2 orders. فأي طلب بيجيك، أحيانا بيجيك عدة كاستمرز في طلب واحد، أنت كلهم راح تستلمهم وتوزعهم مع بعض. طبعا الاستلام للطلبات بيكون من الوالمارت بيك أبس أريا أو تعمل شوبينج للطلب. أي طلب مكتوب عليه إن ستور بيك أب أنت مسؤول عن تعمل شوبينج لجميع الايتيمز من داخل الستور، وتعمل سكان بجهازك او بتلفونك عفوا، وتدفع عن طريق الاب نفسه. فانا رابط الاب هذا وكود الإحالة اللي هي الريفيرال كود راح اتركهم لكم اسفل الفيديو. اذا انت ما استفدت من هذا الشيء او انك مشغول ما عندك يعني زمن انك تعمل شوبينج او انك تروح للبيك اب اريا تستلم تودي طلبات، فشارك الفيديو مع اصحابك او اي واحد من اهلك عشان يستفيد من هذا التطبيق. فزي ما شايفين هنا انا الايام اللي اشتغلت فيها، اول يوم اشتغلت يوم 4 جولاي في هذا الشهر من العام 2022، شلت طلب واحد عشان افهم الشغل، فطلع لي الاجمالي بتاع اول طلب 24 دولار و61 سنت. اليوم اللي بعده 78 دولار، اليوم اللي بعده 78 دولار، اليوم اللي هو 7 جولاي 2022 اشتغلت فقط طلبين فطلعوا لي في حدود 49 دولار و21 سنت. فالطلب الآن اللي معي هذا بقيمة اللي هو 36 دولار. طبعا هذه الطلبات زي ما شايفينها فوق 7 جولاي 18 وفوق 37، هذا يوم 6 كالآتي 14 10 21 24. اللي ما مكتوب على قيمة هذا أنا استلمته لكن عملت كنسل لأنه تأخرت جدا في الستور وكنسلته من عندي. فعشان ما تأثر على حسابك الأفضل تتصل على الكاستمر سبورت ويكنسلوا الطلب من عندهم عشان لا يأثر على حسابك. زي ما شايفين هذا يوم 6
اللي هي الإجمالي الطلبة اللي فوق 14 10 21 34 ويوم 5 10 29 17 19 23 16 واليوم الأول اللي بدأت فيه في يوم اللي هي 4th of July كان 27 هذا كان طلب واحد فقط. فهنا على أقصى اليمين وضغطت على My Matrix فبيعطيك التقييمات لحسابك On Time Arrival الآن يعني Good باللون الأخضر Drop Rate برضو Good Acceptance Rate منخفض فالأفضل أنا ما أعمل Cancel للطلبات فأنتوا الطلب لما يجيكم ما تعمل لغاء من عندك خليه يروح لأنه بيعطيك زمن دقيقة دقيقة ونص ثلاث دقائق خليه يروح من عندهم وهم راح يرسلوك أحيانا نفس الطلب لكن بيزيدوا القيمة أو يدفعوا لك بونص عليه فبيجيك رسالة من فوق التطبيق رسالة سريعة إنه في بونص على هذا الطلب. الزمن أول ما هضغط فوق هنا على الزمن ممكن تكفل وتضغط تحت على تيرن أوف لما هضغط على تيرن أوف إنت كده خلاص ما راح يرسلوا لك أي طلبات إذا حبيت تأخذ راحة أو إنك تنوم أو إنك تكفل التطبيق هتفتحه نفس الشيء تضغط فوق على العلامة على اليمين علامة الوالمارت وبتضغط على تيرن اون التطبيق اسمه سبارك ناو سبارك درايفر رابط التطبيق والريفيرال كود اللي هي رقم الإحالة أو كود الإحالة بتركها لكم أسفل شاركوا مع أصحابكم بالإضافة لزيادة الزمن أسحب لتحت واختار الزمن مثلا بشتغل لتسعة ونص تضغط على تيرن اون كده بيشتغل لك التطبيق إلى الساعة تسعة ونص وبيطلع أو بيكفل لما الزمن يبقى تسعة واحد وثلاثين فأنا الآن بشتغل مثلا إلى الساعة العاشرة مساء وبضغط على تيرن اون كده الطلبات راح تجيني حتى لو أنت التطبيق كنت قافله أو طلعت على الواتساب أو أي مكان أو تيك توك أو غيره هم بيرسلك اللي هي الرسائل المنبثقة في على الجوال إنه في طلب بقيمة كذا فلو ما دخلت وقريت تفاصيل بطريقة سريعة وقبلته راح يشيلوه الدرايفرز اللي غيرك هنا طبعا بتحصل الطلبات الأوفرز في التريبس تحت وهنا الكمبليتد اللي انت كملتها هنا الإيرنينجز طبعا الإجمالي الآن عندي 231 دولار خلال الأربع أيام من يوم 4th of July إلى 7th of July من العام 2022 في هذه الأيام فممكن تشتغل بعدة تطبيقات عشان تعمل دخل إضافي وتوفر على نفسك فلوس هنا النوتيفيكيشن لو في أي نوتيفيكيشن برسلوها لك هنا فخلونا نشوف هذا النوتيفيكيشن كاتبين ميكا انكسترا 7 بير تريب فراح يعطونا 7 دولار على الفرع اللي رقمه 9903 بتوين اللي هي جولاي 5 2022 الى جولاي 11 2022 يعني اي طلب نحن راح نقبله بيعطونا 7 دولار بونص بالاضافه لقيمه الطلب نفسه من الستور اللي رقمه 9903 ما لجميع الستورات لكن لهذا الستور بالتحديد فتاني هنا قبل نص ساعه ارسلوا لي نوتيفيكيشنز موجوده جديده اليوم الجمعه بكره يوم 8 جولاي مكتوب هنالك اكسترا 3 دولار بير تريب فور تريبس ستارتنج بتوين الساعة 6 مساء الى الساعة 7:59 دقيقة مساء يعني ساعتين في هذه الفترة اي طلب بيجيك من اي مكان راح يعطوك عليه 3 دولار بونص فهذا شيء جدا ممتاز التطبيق طبعا اعتقد انه جديد عملوه في هذه السنة 2022 وعمل جدا نجاح كبير بس الضغط على الوالمارت جدا يعني طلبات كثيرة كثيرة يا شباب لو انا فتحت لكم التطبيق يعني الطلبات احيانا ما بتتوقف الرسائل كل دقائق دقيقتين ثلاث اربع دقائق تجي رسالة اما تعمل زي ما قلت لكم انستور بيك اب انت راح تعمل شوبينج بنفسك تستلم الطلبات تعمل سكان على كل ايتم التطبيق حتى لو انت عملت اسكان بالخطأ على اي احد من المنتجات ما راح يقبل معك لا راح يقول لك عليها رونج يعني مثلا عندك بسكويت بطعم الفانيليا لو عملت عليه اسكان بيقول لك رونج او ايرور فالصحيح انك الكاستمر هذا طلب اللي هي بسكويت بطعم او بنكهة الشوكولاتة ففي الحالة هذه
تفتش وين مكان الشوكولاتة بتكون من نفس الاريا. الوالمارت مسهلين على الناس في الاب موجود ترقيم على الارفف زي ما جوا في الاسطورات عندك اللي هو الارفف جميعها مسمية بالحروف A B C D بعدين عندك A1 A2 A3 A4 و B1 B2 B3 إلى ما إلى النهاية يعني. ففي الآب نفسه لما يجيك أي طلب مثلا جاتك اللي هي قال لك عمل لي بيك اب إلى موز فبقول لك الموز بكتب لك عليه A5 أنت على طول هتمشي الستاند رقم A5 وتعمل سكان للباركود حق الموز بعدين لو كتب لك إنك تعمل وزن للمنتج مكتوب عليه ويت فأنت توزن كمية مثلا قال لك جيب 2 باونز توزن 2 باونز وتعمل سكان وتشيلها له لو الكمية كانت أقل يعني ما هو متوفر في الستور أقل من 1 باوند ففي الحالة هذه راح تكتبها له كتابة أنت لو شلت 2 هتكتب 2 لو شلت 1 هتكتب 1 باوند وتضغط على أوكي. بالنسبة للسداد أنت ما مزول عن إنك تدفع أي فلوس من طرفك أو من بطاقتك بتدفع عن طريق البطاقة عفوا الآب نفسه بتضغط على اللي هي أيام كومبليت شوبينج بعدين بيقول لك امشي على الكاشير واعمل الإسكان على الكيو آر كود في قدامك نقاط صغيرة في الشاشة ما عليك إلا تفتح كاميرتك حقت الجوال من التطبيق من داخل التطبيق تعمل إسكان وبكده بتكون دفعتها للكاستمر وما تكفل الطلب لأنه أحيانا المسؤول عن الكاشيرات بيسألك بيقول لك أنت ما دفعت عن طريق البطاقة لأنه ما شفتك دفعت شيء فراح تقول له أنا شغال مع سبارك مع والمارت وهذا اللي هو هذه الايتم أنا دفعتها عن طريق الجوال فكده بتمشي في أمان أول ما تطلع من الستور بتعمل I'm ready to deliver بتسحب على سلايد أسفل التطبيق وبتجيب النافيجيتنج وبتتأكد من العنوان اللي موجود في التطبيق هذا للكاستمر مطابق للنافيجيتنج أو لخرائط جوجل للعنوان اللي راح توديه للكاستمر فما تمشي عنوان خطأ وما تدخل أي بيت ما لم تتأكد من العنوان إنه مطابق مع العنوانك في الوالمارت عشان ما تحصل لك مشاكل وخاصة الناس اللي في الريف وبالمسا بالتحديد غادي يضربوك بالسلاح فربنا يحفظني ويحفظكم جميعا وأتمنى لكم التوفيق ما حابب أن أطول أكثر من كذا أتمنى أن يكون الشرح واضح زي ما شايفين هنا والريزيوم لما الطلب يكون جاهز زي ما شايفين فوق على الأوردر ستاتس هنا تحت أنه يكون جاهز لما يكون جاهز بتضغط على عمل ريفريش هنا فبيبقى لك مكتوب عليه ريدي لو حولت السبوت أريا البارك اللي انت فيه لأي مكان ثاني أو أنك مشيت مشوار 3 دقائق 5 دقائق وجيت راجع فأكتب المكان اللي كنت فيه أو لو المكان حقه كان مشغول أكتب أي من الباركين هنا تحت وأضغط على أوكي غير هنا 5 4 وأجيب في الستاند اللي مكتوب عليه الرقم نفسه وأضغط على أوكي تحت فأنا الطلب حقي هذا لسه ما جاهز أول ما أستلم الطلب بضغط على Start Deliveries اللي هي أسفل بسحب عليها من اليسار إلى اليمين بعدين أحيانا بيقول لك أعمل Confirm أعمل سكان لباركود الباركود هذا شكله شوية كبير يعني على زي مقاس 2 inch × 2 inch بيعطيك له اللي بجيب لك الطلب نفسه ثبته في على الكي أو من خارج الكيس أو في أي أحد من الكراتين اللي بيعطيك لها لو كراتين فيها مثلا بسكويت أو عليها أو كراتين عليها صودا أو أي شيء فثبت هذا الكود واعمل عليه سكان لو احتجت انك تعمل عليه سكان وبعدين بتضغط على اللي هي النافيجيتنج عشان اوديك للكاستمر فانا الان عندي 2 كاستمرز فراح اودي لهم هذه الطلبات واسف على الاطاله يا شباب لكن حبيت افيدكم قدر الامكان عن خصائص وفائده هذا التطبيق الجديد الممتاز جدا 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 وما تنسى تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لمزيد من الفيديوهات المفيدة وشاركوا مع أصحابك لتعمل فائدة على الجميع وما تنسى الريفيرال كود موجود أسفل التطبيق إذا كانت مدينتك مشغولة أو مكتوب عليها فل فبنصحك إنك تسجل في أقرب مدينة لك هم راح يقبلوا منك هذا الشيء
وبالنسبة لتغيير الأريا جدا سهل. أوريك الطريقة كيف. أضغط على More هنا على أقصى اليمين تحت، ثم أضغط على اللي هي Your Zone، ثم أضغط على Change عشان تغير المنطقة حقتك، ثم أبحث بالزيب كود اللي هي مثلا 27514، ثم أضغط على Search فبجيب لك المدن زي ما شايفين هنا، كليتون، رالي، غرينزبورو، سميثفيلد، روكسبورو، هيلسبورو، ساوث ويست، دورام. فكل المدن اللي شايفينها هذه انت ممكن تسجل في اي واحدة منهم وتعمل change، وبعد ما تعمل تختار مثلا اخترت هذه اللي هي رالي، بضغط فوق على سيف. اول ما تضغط على سيف على طول الزون حقتك راح تتغير من المنطقة اللي كنت فيها الى المنطقة الجديدة. والمحلات اللي بتعمل اللي بتقبل اللي هي الشغل على هذا الاب زي ما شايفين هنا عندنا والمارت، وفي كمان ادفانس اوتو بارتس، فهذا المحل زي ما شايفينه ادفانس اوتو بارتس، وكمان بالاضافه للسامس كلاب. فهذه فقط هي ثلاث محلات اللي شغاله حاليا في الوقت الحالي مع هذا التطبيق. وباسف جدا يا شباب على الاطاله، حبيت افيدكم. وما تنسوا نحن في شهر مبارك وغدا يوم عرفه، ما تنسوني من صالح دعائكم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وكل عام وانتم بخير، وسامحوني لو غلطت معاكم او قصرت معاكم في شيء او غلطت مع اي حد فيكم، والمسامح كريم. بالتوفيق لكم، في امان الله وحفظه.